الاكل فيه. وين الدول؟ وين هنيه؟ وين العالم؟ شكرا يا خالتي. شو بتقولي للمقاومه؟ هم بيقولوا انكم مقاومين، يعني انتم اطفال وبقتلكم بيقولوا قدام العالم انكم مقاومين. شو بتقولي للمقاومه الفلسطينيه؟ يعني هم حطوا العرب بخطر، يعني هم اللي تحت الانفاق واحنا الضحايا اللي بتروح ناس مدنيين، يعني شباب مدنيه واطفال ونساء مدنيه ومش عارفه اللي طمروا البلد. قول له يا ابو العبد ابو حمد الغامر مش شاطر، بقول له انت اتبع عمين، انت مش على عمين، حسبي الله وانت النعم الوكيل. نصرهم لقدير. اشكيك الى الله يا حماس، حسبنا الله ونعم الوكيل. مش حرام، شر الله، حسبي الله اللي كان السبب، مجرد ما موت الناس، الله ينتقم منهم يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل، انا اللي شعبنا. الله يرحم الله ونعم الوكيل اللي كان السبب يا رب. خلاص هذا بسبب القرارات الخاطئة اللي قادتنا يجبونها المصائب علينا، ضحكوا علينا. صور وابعد على المكان.